ياتي يا أخي، أنت ليش بتضل ترجع لهون؟ لا لا، بدي أشوفها شوي وبعدك ما بقى أرجع لهون. يا أخي والله جيتي راحت وما في حدا بالبيت. شو قصدك راحت؟ يعني هي مو جوا؟ ما في حدا بالبيت، المدام مسافرة برات البلد وأنا خبرتها إنه ما في حدا. أخي لو سمحت أنا مشغول. يلا الله معك. كيف يعني؟ طيب هي لوين راحت؟ بتعرف شي؟ أنا شفتها راحت من هذا الطريق بس ما بعرف لوين راحت.